السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة عالم سارة يوسف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. رمضان مبارك سعيد على الجميع. قبل ما نبداو الفيديو ديال اليوم، نتمنى تدعموني باللايك ديالكم، تشتركوا في القناة الى عجبتكم، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. اما وصفة اليوم فهي البريوات بالكفتة والشعرية الصينية، كيجيو لذاد. الاسرار باش يجيو مقرمشين، كيفاش نطويوهم وما يتحلوش لنا في الطياب، سوا قليناهم سوا درناهم الفران، كيفاش نحتفظوا بهم. ما نطولوش وندوزو ديريكت للمقادير والطريقه التحضير. هنا في المقله غنوجدو الحشوه الاولى. في المقله غنديرو شويه الزيت، وواحد البصله اللي تكون متوسطه مشلضه. هنا بطبيعه الحال غتزيدو الحشوه على حساب البريوات اللي بغيتو توجدو. ملي تطيح شويه كنزيد لها هنايا شويه القرعه محكوكه في الحكاكه الغليظه، تقدروا تضيفوا الجزر حتى هو محكوك. انا اكتفيت فقط بالبصله والقرعه. غنزيد هنايا الكفته، استعملت الكفته بكري. تقدروا ديروا الكفته ديال العدن حتى هي. نبداو نزيدو في العطريه، غنضيف شويه ديال الخرقوم ولا الكركم. شويه ديال الملحه، شويه ديال الثومه غبره الا توفرات، شويه ديال الابزار، وشويه ديال السكينجبير، شويه ديال التحميره ولا الفلفل الاحمر، وغنضيف شويه ديال صلصه الصوجا. تقدروا تخليوها حتى تضيفوا شعريه الشينوا كيف ما يمكن لكم تضيفوها دابا، ولا ما كانتش ماشي مشكل. غنضيف شويه ديال الربيع مقطع صافي. غنحرك هادشي باش تطيح لي داك الخضيره وتطيب لي داك الكفته، ونبقى نحاول نفتس بداك الكفته. صافي ملي كطيح لي داك الخضره وكطيب ديك الكفته، كنضيف شويه ديال الفطر. هنا استعملت الفطر المعلب، تقدروا تستعملوا حتى الفطر الاسود حتى هو، ترقدوه شويه ديال الماء سخون وتقطعوه طريفات وتضيفوه حتى هو زوين، كيجي زوين في الحشوات. صافي غنخلط هادشي. يمكن لكم تزيدوا شويه ديال الزيتون الخضر مقطع حتى هو. صافي غنخليها تشحر مزيان داك الكفته، وغنضيف ليها شعريه الشينوا اللي تكون ديجا درتها في الماء حتى رطابت وقطعتها بالمقص. صافي غنحاول نشحرها مع ديك الكفته والخضره هكا باش تجي بنينه. ولا لقيتها مازال خاصها تقطع نقطعها. بعض المرات كنبقاو نقطعوها بالمقص وتيبقاو لنا شي بلايص ما تيتقطعوش. صافي غنخلي الحشوه ديالي تبرد، نطفي عليها ونخليها تبرد باش ما تخسرش ليا الورقه. ضروري خاصها تبرد غير باش نعمرو بها. هنا صافي ملي بردات تماما نزيد لها شويه الموتزاريلا وفرماج احمر محكوكين ومخلطين. ضروري ما نزيدو الفرماج حتى تكون بردات لينا الحشوه باش ما يذوبش لينا ويلصق لينا في المقله. غنجيب هنايا ندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت. انا ديما كنقولها كنفضل الزيت على الزبده هكا في البسطيله في البريوات هكا باش كيبقاو مقرمشين. الزبده بعض المرات كيكون فيها الماء كيلواو لينا داك البريوات. صافي كندهنها، وديما الجهه الحرشه هي اللي كنخليها الفوق، هي اللي كنحط عليها الحشوه، والجهه الملسه هي اللي تتكون من التحت. صافي غنجيب شويه ديال الحشوه. هنايا الورقه حيدت ليها دوك الجناب ديالها اللي كيكونوا كارمين، وقسمت كل ورقه قسمتها على جوج هكا باش كنطويوها بهذه الطريقه ما كيتحلوش لينا في الطياب، تخرج لنا الحشوه نهائيا. نتمنى تكون الطريقه باينه. ديما الزوج ديالي هو اللي كيتكلف بهذه القضيه ديال انه يطوي البريوات. هكا الا كانت عندنا شي كميه كبيره كنتعاونوا عليها دغيا وكنكملوها.
ومن طبيعة الحال ملي كنسالي الطي ديال البريوات، راه تبارك الله كلشي ولا كيعرف يطوي البريوات. كنجيب شويه ديال التلصيقه اللي كنكون صايبتها بشويه ديال الفورس وشويه ديال الماء، وكنسد بها ضروري البريوات باش ما يتحلوش ليا نهائيا في الطياب. هنعاودو واحده اخرى، ديما كيف ما تنقول الجهه الحرشه هي اللي كنحطو عليها الحشوه، ندهنو غير شويه بالزيت ما نكتروش بزاف، ونحطو الحشوه ونسدو عليها بالجهه الاخرى، هكا كنضمنوا ان الحشوه ما غتخرجش لينا نهائيا. صافي، وغنبداو نشكلو في البريوات وحنا كنزيرو، ضروري نزيرو باش يجينا داك المثلث مقاد. هنكمل بحال هكا حتى نسالي البريوات، يعني هاد الكميه هادي راه عطاتني كميه لا باس بها من البريوات. الا بغيتو تحتفظوا بها يمكن ليكم فقط انكم ديروا العدد ديال البريوات اللي تبغيو ديروه في حد ساشيه، هاد البلاستيك اللي يكون غذائي، وديروه في الفريكو. غير هي ما نجبدوهمش يطلقوا نهائيا، يعني من الفريكو نديروهم ندخلوهم الفران ولا نقليوهم. ها هما كيفاش كيجيو، كيجيو لذاد جدا، كنصحكم انكم تجربوهم واخا ديروهم غير الفران كيجيو لذاد. ما تنساوش على عجبكم الفيديو تخليو ليا جيم، تخليو ليا تعليق محفز، تبارطاجيو الوصفه مع احبابكم وصحابكم، وتشتركوا في الصفحه الى مازال ما اشتركتوا فيها.